رسائل خاصة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يحملها وزير خارجيته سامح شكري خلال جولته إلى عدد من الدول الإفريقية لشرح تطورات ملف سد النهضة والموقف المصري حياله. تتضمن زيارة وزير الخارجية المصري دول كينيا وجزر القمر وجنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية والسنغال وتونس. أفاد التقرير الذي تضمن نتائج تشريح جثة الشرطي الأمريكي الذي أعلن موته بعد الهجوم على الكابيتول أن الشرطي الذي فارق الحياة غداة الهجوم الذي شنه متظاهرون موالون لدونالد ترامب في يناير الماضي توفي من جراء أسباب طبيعية بعد إصابته بجلطتين دماغيتين. وأثارت وفاة الشرطي براين سيكنيك مشاعر حزن لدى عدد من الأمريكيين، وسجي جثمانه في الكابيتول خلال تكريم استثنائي حضره الرئيس الأمريكي جو بايدن. وفي البدء نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر مجهولة قولها إن الشرطي أصيب بمادة يتم رشها من مطفأة حريق، إلا أن هذه الرواية استبعدت فيما بعد وبقيت وفاته غامضة لأكثر من 3 أشهر بعد الحادثة.